اتاخرت ليه؟ الفجر ده نومي قرب التسع. وانا من اهل زكاة امك عشان في الربع العدويه. بقول لك ايه، ما تفكك من امك وخلينا فيك انت. هتيجي نظبط في السريع في العربيه، انا راكن قريب. عليا نعمه انت ما عندك دم. احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني بذمتك، ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هالة؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بقى، شوفيها بقى. هند يا هند، هند هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ يعني مش عارفه اتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من الاول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جو الافلام العربي اللي عشالي في ده وعامله فيها دور فاتن حمام. لا وحياه امك، انا ساحه الجد اعمل لك فيها نبيل عبيد واعمل لك في المراه والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوه دي، بس الحوار هياخد لي يومين. اه العظيم انا غلطانه، انا قطعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس وانا افكرك. بس يا مصطفى جتك القرف. انا لازم ارجع، هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعد مش عارف اتصرف. بالراحه كده احكي لي ايه اللي حصل. انت سمعت؟ اه سمعت. احكي ما تخافيش. ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البيت انت مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين. هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عاوزه تخرج في ميعاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الارياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، اول مره تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عاوز يعني سليم بيه يخرج في ميعاد زي ده. تعال. ومن ساعه ما عرف ان انا حامل وانا حاسه ان هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورق العرفي دي فين؟ معاه. حركي السوق. انتي مفيش دماغ، ما بتفكريش؟ وانا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي وبتقعد تنقب في البيت يمين وشمال. فلحة يا اختي، فلحة. سليم انا لازم اتصرف في المصيبة اللي انا فيها دي. النبي. ما تخافيش، انا هتصرف، ما تخافيش. بس انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتني. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزة اعرف؟ لا يابا عايش انت، انا مهدود وعايز اروح انام. ايه نسوان وقعت عليهم منين دول يا ابن الحرام؟ يا ابن اللعيبه، لا ده انا كده الف واجيلك. مين ده يا ابني اللي مهدود؟ اديني جايلك وهتشوف بنفسك. سلام. يا بنت الكلب، 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 يا بن
في ايدك يا ماما. يا ريت تموتي وخلاص يا ماما. بصي لك خلاص يا حدش يا عمري عليك يا بيبي. هي دي المكافاه. هي دي المكافاه. قولي لابوكي. قولي لابوكي لو جاي. سيبها سيبها يا باشا. خلاص بقى وحكي لنا كده بقى. سامع بيه سامع بيه خليها تفضفض وتطفي النار اللي جواها يا كلبه. قالوا تعالى بنات في العطش مش عاوز عليهم. ها كنت نايم انا ولا كنت فين؟ انا كنت فين لما انت اتجوزتي؟ انا كنت فين؟ وليه؟ سامعك بقى كنت فين؟ خلاص بقى متكفيني يا بابا والله اخرسي اخرسي ما اسمعش صوتك اخرسي يا كلبه. ضيعت سنين عمري عليك. ضيعت شبابي كله عليك. دي المكافأة؟ دي المكافأة؟ والله العظيم يا ريت نسمع خبر ابوك يطلع ميت واخد عزاه بدل ما يجي يحاسبني عليك. يا سليم بوك خلاص بقى وحيد الا بقى. والله يا ماما كنا متجوزين. عرفي عرفي متجوزة عرفي؟ انت مصدقة نفسك انك متجوزة يا بت؟ يا بت انت قاصر يا بنت. انت ليه يا جوزك اتجوزي نفسك شرعي لما تجوزي نفسك عرفي؟ انت قاصر يا بنت. يعني انت تجوزي ومعاكي ولي امر الولد دي بالله وتشرب ميتها؟ خلاص بقى دخل عليكي وحبلك بورقه بالله وتشربي ميتها. خلاص يا ماما خلاص خلاص خلصت روحك خلاص يا حنان. خلاص بقى وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق يلا. وايه اللي خلاص؟ اطلعي فوق سيبني عايزه افتح. خلاص بقى انا عايزه البندقيه موتها. اقعدي يا حنان اقعدي واهدي بقى. اقعد عشان اعرف نتصرف مش كده؟ ده انا ما استخسرتش حاجه فيهم. انا كل حاجه عملتها لهم. انا كنت بستخسر في نفسي اللقمه الهدمه الضحكه عشان اربيهم. دي المكافاه؟ دي كنت انا فين؟ كنت انا فين لما هي كانت بتخرج من صاص الليالي وتقابله وتحبه وتتجوزه وتحبل منه؟ انا كنت فين؟ كنت نايمه على وداني؟ كنت فين؟ هنا محدش حاسس بالنار اللي قايده جوايا. لا حول ولا قوه الا بالله. حاسس بيك يا ست حنان. يا حنان كلنا حاسين بيك. ولو انتوا عندكم بنات انا كمان عندي اخت وحيده وبخاف عليها. بس مش كده، في طريقه عشان نحل بيها الدنيا. يتحل ازاي يا سليم بيه؟ ده يا ريتها معاها ورقه الجواز العرف. حتى الورقه دي مش معاها. عايزه اموتها، عايزه اضربها بالنار. صلي على النبي بقى. ابراهيم تلاقي حاجه تشربها كده عشان تقدر نعرف نتكلم. الغلط وقع يا سليم بيه. ستي كله هيتحل، كل مشكله وليها حل ان شاء الله. اهدي انت بس. طب فهمينا ايه اللي حصل بدل ما انت عماله تعيطي كده. طب خلاص خلاص اهدي. طيب هي امك اللي ضربتك كده يا هند؟ طب خلاص طيب خلاص بقى اهدي بطلي عياط. خلاص بقى عشان بطلت انا كمان. بس بقى على فكرة بقى مهند مش عاجبني طريقتك دي. البنت غلطت بس ما غلطتش لوحدها، فمش هينفع تدفع الثمن لوحدها. زي ما الواد جرها للغلط احنا كمان هنجره ونجيبه هنا ويكتب عليها. ازاي يا سليم بي؟ اتجوزها. اتجوزها؟ اتجوزها. وشرعي ومأذون قدام الناس كلها كمان. الواد اللي غلط معاها ده اسمه مصطفى بن انور الخولي. ابوه اغنى واحد في البلد. نص البلد دي ملكه. لو ابن رئيس الجمهورية مش الواد غلط يجي يصلح غلطته؟ ومين اللي هيجبره؟ أبوه. مش أنت بتقولي أبوك جير البلد؟ نروح ونتكلم معاه. والله أنت طيب أوي يا سليم بيه وابن ناس أوي ومتربي أوي. أنور الخولي ده راجل ظالم ومفتري ومتكبر. هيرضى يجوز ابنه لبنت بيعت اللبن؟ هو بيقول عليا كده إن أنا بيعت لبن. خلاص لو الذوق مش نافع معاه نجيبه بالعافية ونخليه يكتب عليها. ازاي بس يا سليم بيه؟ هو احنا في ايدينا حاجه؟ يبقى في ايدينا حاجه ان شاء الله. بس لازم نهدى نهدى كده عشان نفكر هنعمل ايه. صلى على النبي كله هيتحل ان شاء الله. اهدى. ايه يا ما هتقتليني ولا ايه؟ يا ريتني كنت اقدر. يا ريتني كنت اعرف.
كانش ده يبقى حالي. قمت عليكي، قمت عليكي يا هند، قمت عليكي تعملي فيا كده. والله العظيم يا ماما كان حرام عليكي. انا تعبت قوي، تعبت قوي لغايه ما كبرتكم. حقك عليا، انا استاهل الدم. النبي يا ماما تزعلي مني، انا هموت روحي واريحكم من قرفي خالص. بعد الشر عليك. احنا ولاية وغلابة وربنا عالم بحالي، محلولة من عنده، هو هيتصرف. تفتكر ايه ما نعرف نقضي بالعربية دي حاجة؟ ايوه يا بيه موال، اذا كانت صاحبتها الست حنان بتقضي بيها احنا مش هنعرف نقضي. يا عم انا قصدي على الجاز، تفتكر فيها جاز يودينا ويرجعنا ولا لا؟ والله يا بيه انا ما بعرفش في العربيات ولا عمري ركبت عربيات، ما اعرفش بقى بيحطوا لها جاز ولا بنزين، يبقى شوفها انت. ربنا يسترها. طب بقول لك يا ابراهيم. يا بيه انت هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه مش كده؟ امال يا بيه، ده شرف وانا عندي ولايه وبنات. انا اي نعم ماليش في الضرب والحاجات دي، بس ساعه الجد احنا جدعان قوي يعني، ما يهمكش. ماشي، ربنا يستر. طب يلا عشان نتكل على الله بالليل. ماشي يا بيه. ها خدت الفلوس؟ حروا نار في جتتك. ندي ما ندمهاش يا ابو الحاج. احنا بقى لازم يا جماعه بقى نحتفل بالليله ديت، والمفروض ان انت اللي هتهزمنا على سهره حلوه، ولا نجيب كفته وكباب زي ما زناتي قال؟ لو انا لسه هدفع تاني كفايه اللي دفعته. جرايه يا ابو الحاج، وانت مش كبيرنا ولا ايه؟ عموما لو مش مسامح انا عازمكم. لا انا ماشي. ماشي فين؟ انت لازم تقعد وتاكل من لحم زناتي. ليه كده بس؟ كفى الله الشر، ربنا ما يجيب اليوم اللي ناكل فيه من لحم بعض. انا مش فاضي للكلام ده، وبعدين انت مش قلت قبل كده مش مفروض ان حد يشوفنا مع بعض؟ عندك حق في دي. خلاص احنا هنجيب الكباب والكفته هنا، وزناتي برضه اللي هيحاسب. لا انا ماشي. راح فين يا حماد؟ ما تقعد يا اخي، كلها خمس دقايق ونمشي كلنا. لا اقعد يا حماد بيه، في موضوع هنتكلم فيه وليك فيه دور مهم. موضوع ايه تاني؟ واحنا مش خلصنا خلاص؟ لا لسه ما خلصناش. شوفوا يا جماعه، احنا من يوم ما ربنا حطينا في كفه واحده في المشكله ديت، واحنا بقينا ايد واحده، وده اللي خلانا بنخاف على بعض ونعدي من كل المشاكل اللي قابلتنا ونوصل للنقطه اللي احنا فيها. بس لسه مشكله صغيره قوي وحلها في ايدك يا حماد بيه. في ايدي انا مشكله؟ مشكلتي ايه؟ صلاح الطوخي. مش ده الضابط بتاع التفتيش اللي في الداخليه؟ اه، الراجل ده بصراحه ربنا رزل. الله ينور عليك، رزالته دي بقى هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، لان الراجل ده فيما يبدو ان عنده بعض الخيوط ماشي وراها، ولذلك راح اتكلم معاك في مكتبك، واتكلم مع المرحوم رفاعي، واخرها زار زناتي في المستشفى. انا مش عاوزكم تقلقوا، احنا محدش هيقدر يهاوب ناحيتنا، بس بيقولوا برضو ان العار اللي ما بيصيبش يدوش، واحنا لازم نخلص من الموضوع ده خالص. تقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. جرايه يا سياده النايب، ده انت عضو البرلمان، يعني صوت الشعب. بطل كون يا نشأت، عاوز ايه؟ قول كمل. عاوزين صلاح الطوخي يبعد عن القضية دي خالص. طب دي نعملها ازاي يعني؟ تنقله، تطلعه معاش، اي حاجة. والنبي، حد كان قالك عليا ان انا وزير الداخلية ولا ايه؟ لا بس انت بمقام 50 وزير، وما كنتش قادر تعملها ميل على حد من زمايلك في المجلس وهو يخلصها لك. يا جماعة، صلاح الطوخي لو انتهى من القضية دي نقدر نقول مبروك ويبقى الموضوع ده خلص خالص. قلتوا ايه؟ يبقى لازم يبعد يا حماد. الو، ايه يا حود؟ طمني، ايه الاخبار؟ انا يا حماد، انت فاكرني البلطجي اللي بتأجره على ظباط الداخليه كل مره واحد؟ لا عفوا يا باشا، معقوله برضو يكون وصلك القصد ده؟ لا طبعا،
أنا كل اللي أنا أقصده إن سعادتك يعني بعشم تقف جنبي لحد ما المصيبة اللي أنا فيها دي تنزاح. صلاح التوخي إيه اللي عايزنا أخلصك منه؟ صلاح التوخي ده عميد في التفتيش، مقبول إيه على المعاش؟ هتفوق كده وتصحى يا حماد. بصراحة الراجل ده عامل لي مشاكل كتير قوي، وأنا أوعد سعادتك ده هيبقى آخر طلب هطلبه منك. حل مشاكلك بعيد عني يا حماد، أنا عملت لك اللي فيه الكفاية. والآخر مرة أنا بحذرك عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. مفيش داعي إن يجي اليوم اللي تطلط فيه لطة تضطرني إن أنا أبيعك وأغسل إيدي من دمك. وانسى موضوع سليم الأنصاري ده خالص. تفتكر يا ست اللواء سليم هيحاكم عقله ويخرج نفسه ويخرجني من الموضوع المقرف اللي احنا فيه ده؟ الله هيفضل راكب دماغه ويعكنا اكتر ما احنا معكوكين. انت مالي ايدك من اللي انت بتعمله ده يا سليم بيه؟ يا راي ابراهيم ما تبقاش خواف، بعدين كل ده مش واثق فيا ولا ايه؟ اهو جه اهو. طب راجع نفسك، لا يطلع مش هو. لا هو الطريق ده مش بيودي غير لبيت ابوه. شفت لك هو ايه يا حمار اللي بتعمله ده؟ حد يطلع كده، انت مش في صحراء؟ ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ قوم يا عم. قوم يا عم، قوم يا عم. قوم حط معانا قدام. خش يا عم، اخلص يا عم. انت مش قابل حد. خش يا جو يا عم، خش جو. اخلص يا عم، اقفل بوقك ده. نزل رجلك يالا، اكتم خالص، اكتم يالا، اكتم. تريميون الزبون اهو، روح هات المأذون والشهود. يلا يلا. ولا انت ليك كلام تاني يا واد؟ وماله يا حماد؟ مفيش مشكلة. ايه يعني الراجل بتاعك طلع ندل وملص منك؟ نشوف لها حل تاني، مش هنغلب يعني. مش قصة ندالة يا حاج، الفكرة ان الموضوع عمال يوسع ويلغوص قوي مننا، وفي النهاية يعني هو ملوش علاقة بالموضوع ده، هو مش عاوز يعك نفسه. خلاص يا حماد، ما احنا قلنا مش هنغلب. بقى اللي اسمه صلاح التوخي ده احنا نعرف نتصرف معاه كويس قوي، ولا انت ليك راي تاني؟ بصراحه بقى انا تعبت، انا مش عارف انفوق امتى من الكابوس اللي احنا فيه ده. هانت هانت اخويا هانت، ما تقلقش. فاكر يا حماد اول مره عرفنا بعض كانت امتى؟ تلاقيك نسيت. دي حاجه برضه تتنسي يا حاج، دي عشره وايام وعيش وملح ما بيننا. شوف عدى قد ايه يا اخي، يجي 30 سنه كانوا امبارح. كنت انت لسه عيل صغير كده بتجري ورا المرشحين بتوع مجلس الشعب، وتعمل لهم شويه الامباكه بتوعك دول، وتسخن لهم الصواوين اللي بيعملوها. ساعتها انا بقى كنت لسه ببتدي في تجاره العربيات مع ابويا. انا مش فاهم ايه لازمته الكلام ده دلوقتي. في يوم انا فاكره كويس قوي، كنت خارج من المعرض بالليل زي دلوقتي كده، وليت عيلين بيجروا وراك، بيجروا وراك عشان ظبطوك وانت مخنصر فلوس كان مديها لك المرشح بتاع مجلس الشعب عشان توزعها على الناس في الصوام. فاكر؟ ولولا اني اتدخلت كانوا عدموك العافيه. ومن ساعتها بقى واحنا بقينا اصحاب، وانا واقف في ظهرك بصرف على انتخاباتك، وبخبي فلوسك الشمال في وسط فلوسي وبشغلها لك. ومش بس كده، ده حتى الواد ابنك شادي لما لقيته خايب ومش نافع في اي حاجه خليته شارك تمارين في الكافيه اللي انا فتحته له. ايه لازمه الكلام الكتير ده؟ انت ليه بتقلب في القديم؟ لا ده مش قديم يا حماد،
لو حسبته كلام قديم تبقى غلطان. دي حدوته امبارح والنهارده وبكره. من ساعتها واحنا اتكتب علينا ان احنا نمشي في سكه واحده. نشيل مع بعض الحلوه والمره لغايه ما نروح تربتنا. الكلام ده زي ما تقول كده قدر. قدر واتكتب علينا، لا انت تقدر تسيبني ولا انا اقدر اسيبك. مش عشان احنا اصحاب وحبايب، لا. عشان كل واحد فينا ايده جوه مصرين التاني. ولو حد وقع بينا ولا لا سامح الله نجح في انه يضرب بينا وبين بعض اسفين، هيبقى حكم علينا بالفضيحه. احنا الاتنين يا حماد، فاهمني؟ احنا الاتنين. مين وكيل العروس؟ انا مولاي. هات البطاقه. اتفضل. هات بطاقتك يا عريس. يلا مصطفى ادي الشيخ بطاقتك. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي لك يا استاذ. وانت كمان قول ورايا يا استاذ ابراهيم اني استخرت الله زواج مبارك ان شاء الله.